انه الكميات المطروحه من اللحوم والاضاحي والسلع الغذائيه بمنافذ الوزارتين موجودين وابو وفره، تم التشديد على انه الكميات تبقى يعني بتفي متطلبات كل المواطنين، بالاضافه الى تشديد الرقابه لضبط الاسواق وعدم التلاعب في اسعار اللحوم. ده طبعا التزاما من الوزارتين بتوفير الاضاحي العيد في الاسواق. طيب بالنسبه لاسعار اللحوم، وزاره التموين والتجاره الداخليه قالت ان هي بتطرح الخراف الحيه والعجول على مستوى محافظات الجمهوريه على نطاق او من خلال 39 شادر. اللي مطروح حوالي 10,000 راس خراف حيه. وحددت الوزاره الاسعار، قالت ان الكيلو بالنسبه للخروف القايم هيبقى بقيمه 65 جنيه. ووضحت ايضا انه المنطقي، انت عشان بس يعني تبقى عارف الدنيا بتمشي ازاي، انت الكيلو ب 65 بتوزن واللي على الميزان ده بتضربه في 65. بالنسبه للعجول قالت الوزاره انه اسعارها تبقى للكيلو بتتراوح ما بين 55 و57 جنيه. كمان حددت اسعار لحوم الاضاحي، هنا بنتكلم على المشاة الحيه، دلوقتي بنتكلم على اللحوم. 85 جنيه للكيلو اللحوم السودانيه الطازجه. 65 جنيه للحوم المجمده بمنافذ الوزاره. و95 جنيه للحم الضاني المبرد. كمان حبينا نتابع من خلال كاميرا مساء دي ام سي يعني السوق عامل ازاي دلوقتي والاستعدادات والاسعار اللي موجوده، فنزلنا في احدى الشوادر، واحد من اكبر الشوادر، شوادر الاضاحي التابع لوزاره الزراعه، موجود في منطقه شبين القناطر، وزميلنا محمد عبيد رصد لحضراتكم كل التفاصيل في التقرير التالي. الأضحية هي هدية يتقرب بها العبد إلى ربه ويصل بها رحمه ويطعم الفقير والمسكين، لذلك اختيارها أمر ضروري، فيجب أن تكون سليمة خالية من العيوب وممتلئة اللحم وفي السن المناسبة للأضحية، وفي هذا المكان تتوافر به جميع الشروط في أضاحيه. فهذه هي إحدى مزارع وزارة الزراعة بالقناطر الخيرية التي تمتلئ بالأضاحي المختلفة نوعاً وحجماً وعمراً، سواء من البقر أو الجاموس أو الخراف أو الماعز، فقد تم تجهيزها قبل 6 أشهر لتوفير احتياجات المواطنين من الأضاحي بجودة عالية وبأسعار تنافسية. بدراسة السوق توصلنا إن أننا نبيع الخراف الذكور ب60 جنيه، ده يقل عن مسالتها ب2 و3 جنيه بره و4 جنيه بره، وتوصلنا اننا نبيع الجاموسي ب50 جنيه، هو الحد من 52 ل 54 جنيه بره في السوق، وتوصلنا اننا نبيع البقر ب57 جنيه وهو وصل ل60 و62 بره. ده حاجات مؤكده يعني، احنا بنحاول نقدم افضل شيء باقل سعر علشان خاطر المواطن يحس برضه بفرق في السعر وفي الجوده. احنا عندنا 3 محاور اساسيه. المحور الاساسي بتاعنا الحاله الصحيه بتاعت الحيوان، عندنا رعايه صحيه، برنامج تحصين، متابعة بيطرية، ومتابعة من الإدارة البيطرية بتاعت المنطقة بتبقى معنا فيها. الحاجة التانية العليقة أو العلف. العلف بتاعنا عندنا مصنع العلف الخاص بالمزرعة، وعندنا علف أخضر اللي هي المساحات المزروعة، دي المواد اللي احنا بنأكل منها. هذه الأضاحي لها رقم في سجلات وزارة الزراعة، وتقدم لها التحصينات الدورية من الهيئة العامة للطب البيطري، ويتم رعايتها رعاية صحية جيدة، وهو ما يجعلها أفضل من غيرها في الأسواق الأخرى. اللي بيخليني أجي وزارة الزراعة حاجتين، إن العلفة بتاعت الأضحية بتبقى مضمونة. أنا بقالي 4 سنين بعد ما بذبح الأضحية فضلت من جوه طبيعية. وزارة الزراعة أولا بتاخد الحاجة منها وأنت مطمئن وثقة 100%، لأنهم بيبيعوا لك بما يرضي الله صح. بالنسبة لوزارة الزراعة بتبقى أضمن من المزارع اللي بره، لأن بيبقى موجود فيها الدكتور البيطري بصفة مستمرة، فيها مهندسين للإنتاج الحيواني، فيها ناس متخصصة، فبتبقى الحاجة أضمن من بره بكتير، بتبقى واخدها وانت ضامنها. ولارتفاع الأسعار لهذا العام تطرح الوزارة بيع الأضاحي بالتقسيط للموظفين في الجهات المختلفة، على أن يخصم ثمن الأضحية من راتب الموظف على مدار 6 أشهر. محمد عبيد، مساء دي أم سي. عندي تحفظ، اسمحوا لي يعني، الطريقة اللي شالين بيها الخرفان. طبعا هتقول لي يا عم انت مش بتشوف بيعملوا فيها، خلينا بس نقول انه ده ما يرضيش ربنا، ده ما يرضيش ربنا ان الخرفان تبقى بتتشد بالطريقه دي، لازم تعامل يعني انساني. وده هنتكلم فيه على فكره في فقرتنا مع الشيخ اسامه، لانه برضو من ضمن الجرائم الفادحه اللي بترتكب انه ما ينفعش تذبح خروف ولا عجي
وفي خرفان وعجول شايفه الذبح بيحصل. ما ينفعش ان انت مثلا في الجرم الافشح والابشع كمان ان تلاقي مثلا حد عشان عايز يذبح العجل والعجل عافي يقوم كسر رجليه قبل ما يذبحه. ده لو انت بتعمل يعني الشعيره المفروض نعملها والاضحيه، فتاكد ان اللي بتعمله ده ما يرضيش ربنا على الاطلاق. هنتكلم في التفاصيل دي مع الشيخ اسامه ان شاء الله.